السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم في حصة جديدة من حصص مادة علم النفس والاجتماع. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء اللي إحنا كنا شغالين فيه الأسبوع اللي فات، وإحنا الأسبوع اللي فات كنا شغالين في درس الانفعالات، وأخدنا منه الجزء الأولاني، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل الجزء الثاني من درس الإيه؟ الانفعالات. طيب النهارده ان شاء الله احنا اخذنا مع بعض في المره اللي فاتت، اخذنا اول حاجه تعريف الانفعال، وكان الانفعال تعالوا نفتكر مع بعض هو كان بيقول ايه. الانفعال هو كان حاله وجدانيه عامه بتنشا للفرد كله بصفه عامه، سواء كان جسمه او نفسه، بيكون نتيجه مصدر نفسي، وبيكون نتيجه اما لاعاقه سلوك او تفكير معتاد. فكان تعريف الانفعال حالة في الوجدان بتاعي، حالة في الشعور بتاعي بتشمل الفرد كله، جسمه ونفسه الاتنين مع بعض، تكون سببها موقف نفسي وبتظهر نتيجة إما لإعاقة سلوك أو تفكير إيه؟ تفكير معتاد. أخدنا برضو في الحصة بتاعت المرة اللي فاتت، أخدنا إن أنا عندي جوانب أساسية للانفعال. طيب أخدنا عندي 3 جوانب، أول جانب اللي هو الجانب الفسيولوجي اللي هو إحنا قلنا عليه اسمه اللي هو الجانب الداخلي أو الجانب الباطني، وخدنا الجانب التقديري اللي هو الجانب الشعوري أو الخبرة الذاتية، وأخدنا برضو الجانب الجسمي اللي هو التعبيرات الظاهرة والتعبيرات الخارجية. أخدنا برضو النقطة الثالثة كانت في درس المرة اللي فاتت اللي هي فوائد الانفعالات. فوائد الانفعالات أخدنا منها إن هي أول حاجة بتديم المودة والمحبة ما بين الناس. النقطة الثانية إن هي بتعتبر قوة دافعة للفرد ان هو ينظم نفسه وينظم السلوك بتاعه، بتخليه يعمل سلوكيات. والنقطه اللي بعد كده ان التعبيرات الفسيولوجيه اللي بيحصل، التغيرات الفسيولوجيه اللي بتظهر على الانسان بتساعد ان هو يحفظ ايه؟ يحفظ حياته. واخر نقطه عندي من نقط الفوائد ان التعبيرات الظاهره بتساعدني في عمليه التواصل والتخاطب ما بين الناس. طيب النهارده ان شاء الله هنكمل على باقي الاجزاء اللي احنا اخذناها المره اللي فاتت، وهنشوف باقي الدروس بتاعتنا وباقي العناصر بتاعة الدرس هتكون ايه. اول حاجة هنعرفها ازاي ان احنا ممكن نحكم على الانفعالات، بنحكم على الانفعالات بأنهي طريقة او بأنهي معيار. هنعرف الشخص الناضج انفعاليا، يعني الشخص اللي بيعرف يتحكم في الانفعالات كويس بتاعته بتكون صفاته عاملة ايه، الشخص اللي بيعرف يسيطر على الانفعال، الشخص اللي انفعالاته بتكون متزنة هتلاقيه بيطلع لي انفعال مظبوط على المواقف اللي هو بيتعرض ليها. وهندي برضو أمثلة على الأشخاص اللي عندهم نضج انفعالي إزاي بيتصرفوا في الحياة اليومية، أو إزاي بيتصرفوا لما بيتعرضوا لأي نوع من أنواع المشاكل. هناخد برضو وهنقارن ما بين الانفعالات المعتدلة والانفعالات العنيفة، ونعرف العلاقة ما بين الانفعالات والتوافق النفسي والتوافق الاجتماعي. طيب تعالوا بينا نبتدي. أول حاجة عندي هناخدها النهاردة اللي هي هتكون عندي إحنا اللي هي العناوين اللي هتظهر عندنا دي، اللي هي بالظبط العناوين بتاعتي بتاع درس الانفعال: تعريف الانفعالات، الجوانب الأساسية للانفعالات، وفوائد الانفعالات. وال3 عناوين دول إحنا شرحناهم في الحصة بتاعة الأسبوع اللي فات. ال3 عناوين اللي تحت اللي هو الحكم على الانفعالات والنضج الانفعالي والانفعالات وعلاقتها بالتوافق، ده اللي احنا ان شاء الله هنشتغله في حصة النهاردة. اهم حاجة ان انت لازم تكون عارف العناوين بتاعة الدرس بتاعك علشان تقدر تكون ملم بالدرس وعارف ايه النقط اللي انا بتكلم فيها. طيب هنا هنبدأ بأول نقطة عندي من النقط اللي هنبتدي بيها حصة النهاردة، اللي هي ازاي ان احنا ممكن نحكم على اي انفعال. في انفعالات كتيرة زي ما قلنا في حصة المرة اللي فاتت، أنا عندي انفعال الخوف، عندي انفعال الغضب، عندي الغيرة، عندي الحب، عندي الكره، كل دي انفعالات ممكن يمر بيها الإنسان في حياته. لما بنيجي نمر بانفعالات، في انفعالات من المعروف أو الطابع بتاعها أو الصفة السائدة بتاعتها إن هي بتكون انفعالات إيجابية، وفي انفعالات تانية الصفة اللي بتكون السائدة بتاعتها بتكون انفعالات سلبية. طيب تعالوا بينا مع بعض هعرض لكم مجموعة من الانفعالات الإيجابية المعروف إن هي إيجابية، ومجموعة من الانفعالات اللي بتبقى معروف إن هي انفعالات سلبية. طيب
أول حاجة عندي الخوف. الخوف ده في العادي ممكن نقول إن هو انفعال سلبي، لكن ساعات كتير بيكون ليه ناحية إيجابية لما بيخلي الفرد يتعامل مع فيه خطر جاي له. أنا دلوقتي لقيت وأنا ماشي في الشارع في كلب جاي عليا، فالخوف اللي عندي ده هيخليني أجري وأهرب، صح كده؟ مش هيخليني أفضل واقف مكاني ومستني الكلب لما يجي يعضني. فالخوف ده ساعات كتير بيكون ليه ناحية إيجابية لما بيخلي الشخص يقدر يتعامل مع موقف هو بيتحط فيه في خطر. لما بيكون عندي الخوف بيساعدني إن أنا أتصرف، بيساعدني إن أنا ألحق نفسي وأجري أهرب، أبدأ أعمل تصرف معين، أبدأ أحمي بيه نفسي. فالخوف هو كإنفعال في المجمل معروف عنه إن هو سلبي، لكن ساعات كتير بيكون ليه ناحية إيجابية. طيب تعالوا مع بعض الغضب. الغضب ده معروف ان هو او السائد بتاعه ان هو انفعال سلبي، لكن ساعات كتير بيكون ليه ناحية ايجابية لما بيساعد صاحبه ان هو يتخلص من الضغوط الخارجية دون اضرار. يعني ساعات كتير تعبيري عن الغضب بتاعي بس بالصورة الطبيعية بتاعته، بصورة مش ازيد من اللازم، مش بصورة عنيفة. لما بعبر عن الغضب بتاعي انت بتخلص، يعني هنا كل الضغوط اللي بتبقى موجودة جوه الانسان بتساعده ان هو يتخلص من الضغوط دي، وبتساعده ان هو نوعا ما ان هو ما يبقاش حمل على نفسه او يبقى فيه ضغط نفسي عليه نتيجة ان هو ما خرجش الضغوط اللي بتبقى موجودة جواه. طيب تعالوا نشوف انفعال تاني زي انفعال الحب. الانفعال ده هو في المجمل بتاعه معروف ان هو انفعال ايجابي، لكن ساعات كتير الانفعال ده بيكون ليه نتيجة سلبية. طيب ايه النتيجة السلبية؟ بيكون نتيجة التعصب الأعمى تجاه من أحب. يعني من كتر ما أنا بحب شخص معين تعصب أعمى، يعني أنا مش شايفة فيه ولا عيب، وممكن الشخص اللي أنا بحبه ده يكون بيأذيني، ممكن الشخص اللي أنا بحبه ده تكون فيه عيوب كتير، بس من كتر حبي للشخص ده أنا لا شايفة إن هو بيأذيني ولا بكون شايفة العيوب إيه؟ العيوب بتاعته. فلما باجي بقيس اي انفعال بقيسه في ضوء النتيجه بتاعته، هو ده نتيجته ايه، مش في ضوء السبب بتاعه. كمان مره بقيسه في ضوء النتيجه مش في ضوء السبب. طب تعالوا ناخد بينا انفعال زي انفعال القلق. القلق ده معروف او السائد بتاعه ان احنا قلنا ان هو انفعال سلبي، لكن ساعات كتير القلق بيكون ليه ناحيه ايجابيه. طيب امتى يقيس القلق بيكون ليه ناحيه ايجابيه؟ القلق بيكون ليه ناحيه ايجابيه لما الفرد انا قلقان، انا عندي امتحان، فهبدا هنا هيكون عندي انفعال القلق، هبدا اتوتر، هبدا اقوم، هبدا اتحرك، هبدا اقوم افتح الكتاب وهقعد اذاكر وهذاكر وهشوف العنوان ده واحل السؤال ده واشوف الامتحان ده واشوف هنا ايه الاسئله اللي موجوده هنا والاسئله اللي موجوده هنا والاسئله اللي موجوده هنا. فهنا القلق اللي هيبقى عندي ده هيكون قلق صحي، هيكون قلق بيساعدني النتيجة بتاعته ان انا هجيب درجة كويسة في الامتحان، ان انا هبدأ انجح، ان انا هخلي بالي من مستقبلي. فلما باجي بقيس انفعال انا بقيسه في ضوء النتيجة بتاعته، كمان مرة بقيسه في ضوء النتيجة ايه بتاعته. يبقى احنا هنا لما باجي بحكم على اي انفعال بحكم عليه في ضوء النتيجة مش في ضوء السبب. طيب تمام، تعالوا بينا نروح على النضج الانفعالي. النضج الانفعالي يعني شخص بيكون ملتزم، شخص بيعرف وبيدي لنفسه وقت لما بيحصل اي موقف او لما بيكون في اي ضغط على على الفرد، بيدي نفسه وقت ان هو يفكر بعد كده يتصرف. الانفعالات بتاعته مش سابقاه، يعني مش بيبدا هنا عندي ياخد رد فعل ويبدا يفكر. في عندي نوعين من الناس، في نوع بيبدأ يفكر قبل ما يتكلم، وفي نوع تاني بيكون بيتكلم من قبل ما يفكر. النوع التاني ده اللي بيتكلم قبل ما يفكر هتلاقيه عنده بيفضل يتكلم ويزعق ويتكلم ويتكلم، وبعد ما بيخلص كلام، بعد ما بيقول اللي هو عايزه، بيرجع يندم على كل كلمة هو قالها، بيرجع يفكر هو ازاي قال الكلام ده. بس هل احنا هنرجع ندخل، ينفع نرجع الكلام اللي احنا قلناه بعد ما ممكن نكون أذينا حد، بعد ممكن نكون ما قلنا كلام ما ينفعش يتقال؟ يعني بكل بساطة النضج الانفعالي هو شخص بيكون ناضج في الانفعالات بتاعته، شخص بيعرف يتحكم، شخص بيعرف يكون عنده اتزان في الانفعالات بتاعته، شخص بيعرف يمسك نفسه، شخص لو عايز حاجة بيعرف
اجيبها دلوقتي او استنى عليها لما تيجي بعدين. شخص مفيش اي حاجه بتجيبني وبتوديني، ده انا بفكر بصوره سليمه وانفعالاتي كمان بتطلع نتيجه تفكيري السليم، انفعالاتي برضو هتكون سليمه. تعالوا مع بعض نشوف صفات او سمات الشخص الناضج انفعاليا. صفات الشخص اللي بيكون عنده نضج انفعالي: بيتحرر من الميول والاتجاهات السلبيه كالانانيه والخوف من تحمل المسؤوليه. الشخص لما بيكون عنده نضج انفعالي بيكون بيعرف يتصرف، او الانفعالات بتاعته بيعرف يتصرف في الانفعالات. لما مثلا ده لو افترضنا ان هو غلط، لا انا بقول انا عملت كذا وكذا وانا غلطت وهصلح الغلط بتاعي، بيعترف بالغلطات بتاعته. شخص مش اناني، شخص ما بيخافش ان هو يتحمل مسؤولية، شخص مش بيتواكل على الاخرين، مش بيقول للناس، مش بيستني الناس هي اللي تعمل الحاجة اللي المفروض ان هو بيعملها. فالشخص ده بيعرف يكون عنده ميول، بتعرف يكون عنده اتجاهات، بس الميول والاتجاهات دي مش ما بتكونش سلبية، ده بيعرف يتخلص من الميول السلبية. صفة تانية من صفات الشخص اللي بيكون عنده نضج انفعالي: لا تتلاعب به المثيرات التافهة. المثيرات التافهة مش أي حد بيقول لي حاجة أنا بصدقه، مش أي حاجة بتبدأ تجيبني وتوديني. عارفين الناس لو حد بيقول لها أي كلام وهي بتصدقه من غير ما تتأكد إذا كان الكلام اللي هي سمعته ده أو الكلام اللي عرفته ده صح ولا غلط، الشخص اللي بيتصرف على الأساس ده ما بيكونش عنده نضج انفعالي. لكن النضج الانفعالي حتى لو سمع كلام معين، ما فيش أي حاجة تافهة بتوديه وبتجيبه، لازم يتأكد كويس ولازم يسأل ولازم يدور ولازم يتأكد إن فعلا إذا كان الحاجة دي حصلت ولا لأ، فما فيش أي حاجة تافهة بتأثر عليه. الصفة الثالثة من صفات الشخص اللي بيكون عنده نضج انفعالي: بيعبر عن انفعالاته بصورة متزنة. معنى كلمة بيعبر عن انفعالاته بصورة متزنة، شخص متزن في التفكير بتاعه، شخص بيعرف يفكر ويتصرف، وشخص بيعرف ياخد القرار الصح في الوقت الصح. طول ما أنا بعرف أسيطر على الانفعال بتاعي، هدي فرصة للقدرات العقلية عندي تشتغل، هدي فرصة للتفكير بتاعي يشتغل، هدي فرصة للذكاء بتاعي يشتغل. لكن لو انفعالاتي سيطرت عليا وعلى التفكير بتاعي، مش هقدر خالص، مش هقدر يعني بعد ما هتتصرف أو بعد ما هتقول الكلام اللي أنت بتقوله، مش هتعرف تسيطر على الانفعالات بتاعتك. فبيعرف يعبر عن انفعالاته بصورة متزنة. النقطة اللي بعد كده، يكون عنده ضبط النفس في المواقف التي تثير الانفعال. يعني لو هو اتحط في موقف والموقف ده بدأ يتعصب فيه أو موقف ضايقه، هنا بيعرف يمسك نفسه، بيعرف يتحكم كويس جدا في الانفعالات بتاعته. مش سهل إن هو يتعصب، مش سهل إن هو يتنرفز، حتى لو اتعصب أو حتى لو اتنرفز بيعرف يضبط نفسه، بيعرف يتحكم في نفسه علشان يعرف يدي قرار سليم أو تصرف سليم للموقف اللي هو محطوط فيه. لأنه لو ما كانش عنده ضبط النفس، هتلاقي السلوكيات بتاعته فيها سلوكيات غير مهذبة، هتلاقي السلوكيات بتاعته بيقول كلام وبعد كده هيرجع يندم عليه، هيعمل تصرفات وبعد كده برضه هيرجع يندم، ايه؟ يندم عليه. فبيعرف يتحكم في نفسه كويس جدا، بيكون عنده ضبط الايه؟ ضبط النفس. النقطة اللي بعد كده عندي من صفاته، ان هو بيتحمل الحرمان وبيأجل اللذات حتى تتهيأ الفرصة لإشباعها. طيب يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا محتاج حاجة، امكانياتي ما تسمحليش ان انا اجيب الحاجة دي في الوقت ده، فبيبدأ هنا يحرم نفسه من الحاجة، يأجل الطلبات بتاعته او الرغبات بتاعته لغاية لما يجي وقت ويقدر يحقق فيها الرغبات، يقدر يحقق فيها الطلبات، ايه؟ الطلبات بتاعته. فممكن هو يبدأ يحرم نفسه، يعني مثلا لو انا محتاجة حاجة، لا طب انا ممكن اجلها للشهر اللي جاي، ممكن اجلها للاسبوع اللي جاي، ممكن اجلها لنص السنة، ممكن اجلها لاخر السنة. لكن الشخص اللي ما بيعرفش يتحكم في انفعالاته، ما بيعرفش يأجل اي حاجة، بيبقى عايز اللي هو عايزه دلوقتي حالا. في حاجة انا عايزها يبقى دلوقتي حالا، تتصرف وتجيبها لي، ماليش دعوة انت ممكن تقدر تحققها لي دلوقتي ولا لا. فمن صفاته ان هو بيتحمل الحرمان
بيأجل اللذات بتاعته أو الرغبات بتاعته أو الطلبات بتاعته لغاية لما تديله فرصة إن هو يشبعها أو إن هو إيه يحققها. يبقى أنا عندي صفات الشخص اللي بيكون عنده نضج انفعالي، بيتحرر الفرد من الميول والاتجاهات السلبية زي الأنانية والخوف من تحمل المسؤولية، ما لا تتلاعب به المثيرات التافهة، بيعبر عن انفعالاته بصورة متزنة، بيكون عنده ضبط نفس في المواقف التي تثير الانفعال، بيتحمل الحرمان وبيأجل اللذات لغاية لما تجيب الفرصة إن هو يحقق اللي هي الرغبات بتاعته. طيب نروح للعنوان اللي بعده. أنا عندي هنا في علاقة ما بين الانفعالات بتاعتنا وما بين التوافق النفسي والتوافق الاجتماعي. عندي نوعين من الانفعالات، عندي انفعالات معتدلة وعندي انفعالات حادة، ممكن نكتب جنبها انفعالات شديدة أو انفعالات عنيفة. يبقى أنا عندي نوعين من الانفعالات. طيب الانفعالات دي ليها علاقة بالتوافق بتاعنا النفسي، إن أنت تكون راضي عن نفسك، وإن أنت تعمل كمان توافق اجتماعي، إن أنت إزاي تقدر تتعامل مع الناس اللي حواليك. تعالوا بينا مع بعض نشوف صفات الشخص أو الناس اللي بيكون عندهم انفعالات معتدلة والناس اللي بتكون عندهم انفعالات حادة أو انفعالات إيه؟ عنيفة. طيب عندي هنا صفات للناس اللي بتكون عندها انفعالات معتدلة. أول حاجة عندي، تعالوا نقراهم مع بعض. أول حاجة بينشط التفكير، بيساعد على تدفق الأفكار بسرعة، يقوي الرغبة في مواصلة العمل والإنجاز، بيزيد الخيال خصوبة، وبيقدر يتواصل التواصل بيقدر يقوم بتواصل اجتماعي سليم مع الناس اللي حواليه. طيب الناس اللي بتكون عندها اتزان في الانفعالات بتاعتها، الناس اللي بتعرف تتحكم في الانفعالات، بتطلع انفعالات مظبوطة في المواقف، بتطلع على الموقف الانفعال بتاعه بالظبط اللي يستحقه، لا أقل مني ولا أزيد منه، لأني لو أنا تعرضت لموقف وطلعت انفعال أقل من الموقف أو طلعت انفعال أزيد من الموقف، يكون في عندي خلل في شخصية الإنسان. يعني ممكن موقف تعرضت ليه يحتاج مني ان انا اتصرف وان انا ممكن اخد رد فعل معين، وانا ما اهتمتش ولا عملت اي حاجه، كده كان رد فعلي اقل من الفعل، او انا بدات ازعق واتعصب بصوره ازيد كتير من الفعل، فكده هيكون عندي خلل في الشخصيه. لكن لازم كل فعل يكون ليه رد فعل مساوي ليه في القوه. يبقى انا هنا مساوي ليا في القوه، يعني يكون قد على قد الموقف اللي حصل أو على قد التصرف اللي حصل. فلو أنا الشخص عنده انفعالات معتدلة، هينشط التفكير، هيساعده إن هو يفكر، هيساعده إن هو يشوف أنهي التصرف السليم في الموقف ده، هتلاقي التفكير بتاعه شغال، انفعالاته مش مسيطرة عليه. هتلاقي بتجيله الأفكار بسرعة، طب أنا هعمل ده ولا هعمل ده ولا هعمل ده، على عكس الشخص اللي انفعالاته معتدلة أو على عكس الشخص اللي عنده انفعالات عنيفة، ما لا بيكون عنده أفكار ولا هنا بيعرف يتصرف في الموقف. طيب من صفاته كمان الناس اللي عندها انفعالات معتدلة، بيقوي الرغبة في مواصلة العمل والإنجاز. يعني لو حصل موقف وأنا شغال أو أنا بذاكر واتضايقت أو اتعصبت، لا أنا هكمل، لا أنا هواصل، لا أنا هنجح، لا أنا هكمل في اللي أنا بعمله. ده الشخص اللي عنده انفعالات معتدلة. لكن لو جيت بصيت على الشخص اللي عنده انفعالات عنيفة، لا طب والله ما أنا مذاكر، طب والله مش هكمل، طب مش عارف مش هعمل ايه، ما ينفعش. لكن لو انا بقدر اتحكم في الانفعالات بتاعتي، بقدر ادي مساحة ان انا بس بتدي نفسك فرصة دقيقة المخ عندي او العقل عندي يشتغل، هتقدر ان انت تفكر، هتقدر الافكار تطلع بكل سهولة، هتقدر تتصرف بصورة صح، هتقدر ان انت تكمل في الشغل بتاعك وتنجز وكمان تتفوق. طيب النقطة اللي بعد كده، ان انا عندي بيزيد الخيال خصوبة. بيزيد الخيال خصوبة هنا معناها إن هو بيخلي الفرد يكون عنده خيال، إن أنا ببدأ أفكر بخيالي، هو أنا ممكن أعمل إيه؟ طب أنا ممكن أوصل المكان ده؟ طب أنا ممكن أعمل ده؟ طب أنا ممكن أعمل ده؟ طب أنا ممكن أعمل ده؟ يبقى هنا بيزيد الخيال خصوبة، يعني بيخليني أخرج في عالم الخيال وأبدأ أتخيل حاجات أنا ممكن أحققها، وبيساعدني إن أنا أحقق الحاجات اللي أنا بتمنى إن هي تحصل في حياتي. كمان تعمل حاجة، الناس اللي عندها انفعالات معتدلة بيكون عندها تواصل اجتماعي سليم مع الآخرين، لأني لو حصل موقف وأنا اتضايقت أو أنا اتعصبت، فبالتالي أنا بطلع عليه رد فعل مظبوط
لا أقل منه ولا أزيد منه، فبالتالي أنا مش بأذي الناس اللي حواليا، مش بقول كلام وبرجع أندم عليه، مش بتصرف تصرفات وبعد كده بقول هو أنا إزاي عملت كده؟ هو أنا إزاي قلت الكلام ده؟ يبقى هنا بتكون عنده القدرة إن هو يكمل في علاقاته مع الناس اللي حواليه، بتكون عنده القدرة إن هو يتواصل معاهم بشكل سليم، بتكون عنده القدرة إن العلاقات الاجتماعية اللي هو بيبقى فيها بتكون علاقات اجتماعية سوية أو سليمة. طيب يبقى أنا عندي هنا الناس اللي عندها انفعالات معتدلة بتكون طريقة تفكيرها عامل إزاي أو تصرفاتها عاملة إزاي. أول حاجة عندي بتنشط التفكير، بتساعدني على تدفق الأفكار بسرعة، بيقوي الرغبة في مواصلة العمل والإنجاز، وبيزيد الخيال خصوبة، وبيساعدني على التواصل الاجتماعي السليم مع الآخرين. طيب دي زي ما شفنا مع بعض ده إن الشخص اللي عنده انفعالات إيه؟ انفعالات معتدلة. طيب تعالوا بينا نروح على الشخص اللي عنده انفعالات حادة أو انفعالات عنيفة أو انفعالات شديدة. طيب تعالوا مع بعض نشوف صفات الشخص ده بتكون عامل إزاي. أول صفة فيه إن هو بيكون عنده حاجة اسمها تشوه الإدراك. طيب وعنده ضعف القدرة على التذكر، عنده جمود فكري وتعطيل التفكير السليم، اندفاع الفرد في السلوك الغير مهذب، وبيكون عنده اللي هو الوقوع فريسة للاستهواء. طيب تعالوا بينا نبتدي مع أول حاجة إن هو بيكون عنده تشوه الإدراك. معنى كلمة تشوه الإدراك يعني أنا مش ببقى شايف الشخص اللي قدامي غير عيوبه بس، ما بشوفش ليه أي مميزات خالص. تشوه الإدراك إن أنا مش ببقى فاهم الحاجة بصورة سليمة، مش ببقى فاهمها بصورتها الصح. تشوه الإدراك معناه إن أنت عينك دايماً بتجيب في الشخص اللي قدامك عيوبه بس، بتجيب في الشخص اللي قدامك الحاجات الوحشة اللي هو عملها، ما بتحاولش تبص على الحاجات الحلوة اللي هو عملها. يبقى أنا عندي هنا بيكون عنده تشوه الإدراك، ما بيبقاش شايف إلا العيوبه بس. النقطة الثانية ضعف القدرة على التذكر. طيب ضعف القدرة على التذكر معناها إيه؟ معناها إن أنا هنا لو أنا خفت أزيد من اللازم، لو أنا قلقت أزيد من اللازم، لو أنا في الامتحان مش هعرف أفتكر أي حاجة من الحاجات اللي أنا ذاكرتها، ولا اللي أنا راجعته، ولا كل الحل بتاعي اللي أنا حليته. جميل إن أنا فاهم، لكن الحاجة لما بتزيد عن حدها بتبقى يعني زي ما إحنا بنقول بتبقى بتنقلب لضدها. فالخوف الأزيد من اللازم، القلق الأزيد من اللازم ما يخلينيش قادر أفتكر، على الرغم إن أنا بكون مذاكر كويس جدا، قاعد بذاكر بقالي أكتر من بقالي بذاكر أسبوع وبطبق، وقاعد بذاكر ساعات طويلة، وحرمت نفسي من حاجات كتير، من إن أنا أخرج أو إن أنا أتفسح، وقاعد بذاكر، لكن جيت وقت الامتحان ويعني أنا قاعد بذاكر ولميت كويس وحليت من كل الأسئلة وشفت كل ممكن تكون المستويات بتاعت الأسئلة السهلة والصعبة، لكن جيت وقت ما روحت الامتحان أنا خفت، جيت وقت ما روحت الامتحان أنا قلقت وتوترت، وأنا قاعد في الامتحان هتحس إن أنت مش فاكر أي حاجة خالص، أنت شايف الدنيا قدامك زي سراب، مش شايف أي حاجة ولا فاكر هو ده كان فين، طب كان بيتكلم عن إيه، ده كان بيقول ايه. لو انا عندي هنا القلق زاد ازيد من اللازم، بقى شديد، بقى التوتر بتاعي زاد، هيبقى الفرد عنده هنا ضعف القدرة على التذكر. طيب تعالي نشوف يعني الصفة اللي بعد كده، الناس دي بتكون عندها جمود فكري وتعطيل التفكير السليم. يعني معنى كلمة جمود فكري يعني انا تفكيري حطيته في قلب الفريزر، فتجمد على الحاجات اللي في دماغي، اتجمد على المعلومات اللي انا اللي هي موجوده، مش قابل مش قادر ان انا اقبل اي افكار مختلفه عن الافكار اللي موجوده عندي. عارفين الناس اللي بتبقى شايفه نفسها دايما ان هي صح، وان هي رايها الوحيد ده هو صح، وان اي حد رايه لا اراء الناس الباقيه كلها غلط، وانا اللي انا شايفه صح وافكاري هي صح وتصرفاتي هي الصح، انا ما بغلطش ابدا. دي صفات الناس اللي بيكون عندها جمود فكري. والشخص اللي بيبقى عنده جمود فكري هتلاقي انفعالاته بتكون عنيفة، انفعالاته بتكون شديدة، انفعالاته بتكون حادة، وبالتالي بيتعطل التفكير السليم.
ما بيقدرش يفكر بصورة سليمة، ما بيقدرش يفكر بصورة واضحة، ما بيعرفش يسمع الأفكار المختلفة عن أفكاره. ما يمكن أفكار الناس التانية تبقى صح وهو رأيه اللي يبقى إيه؟ اللي يبقى غلط، فبيكون عنده جمود فكري وبيعطل التفكير الإيه؟ التفكير السليم. طيب تعالوا نروح للنقطة اللي بعدها، بيكون الفرد اللي عنده انفعالات حادة بيندفع الفرد للسلوك الغير مهذب. معنى كلمة اندفاع الفرد للسلوك الغير مهذب، هتلاقيه لو أنا عصبي، لو أنا شديد في الانفعالات بتاعتي، هتلاقي السلوكيات بتاعتي مش مظبوطة، ممكن أقول كلام ما ينفعش إن أنا أقوله، أتصرف تصرفات ما ينفعش إن أنا أقولها، فهبدأ أجرح الناس اللي موجودة حواليا، فعلاقتي بيهم هتبدأ تقل، التواصل الاجتماعي ما بين وبين الناس اللي حواليا، وهتبدأ الناس اللي حواليا هتبدأ تبعد إيه؟ هتبدأ تبعد عني. فإن الفرد بيندفع، اندفاعه هنا معناه إن السلوكيات بتاعته ما بتكونش سليمة، السلوكيات بتاعته ما بتكونش مظبوطة. بعد كده الصفة اللي بعد كده، وقوع الفرد فريسة للاستهواء. معنى كلمة وقوع الفرد فريسة للاستهواء معناه إن هو بيقبل آراء الآخرين كما هي دون نقد أو فحص وتصديق وسرعة تصديق الشائعات. إن الفرد يكون فريسة للاستهواء، أي حد بيقول لي حاجة ببدأ أصدقه على طول، أي حد بيقول لي حاجة ببدأ أخدها وأتصرف عليها من غير ما أنقدها، من غير ما أتأكد إذا كانت المعلومة اللي جات لي دي أو اللي أنا عرفته ده إذا كان صح ولا غلط. إن أنا أبدأ أسمع وأتصرف بناء على اللي أنا سمعته، ده معناه إن أنت فريسة للاستهواء. الاستهواء اللي هو الهوى، أي حد بيقول لك أي حاجة بتروح وتيجي معاه وتبدأ تسمع كلام الناس من غير ما تفكر فيه وتصدق اللي بيتقال عليهم، وبالتالي هتصرف تصرفاتي كلها بناء على اللي انا ايه؟ اللي انا صدقته من غير ما اتاكد منه، وبالتالي لو انا عملت تصرف زي ده او سلوك زي ده فانا هخسر علاقات كتير، وهخسر ناس كتير موجوده عندي في حياتي. فالانفعالات الحاده او العنيفه او الشديده، الفرد بيكون عنده تشوه في الادراك، ضعف القدره على التذكر، يكون عنده جمود فكري وبيعطل التفكير السليم، بيندفع الفرد في السلوك الغير مهذب، وبيقدر يكون الشخص ده هو أكثر عرضة للاستهواء. طيب يبقى احنا لا ممكن نقول ونلخصه من خلال الشكل ده، إن الانفعالات وعلاقتها بالتوافق النفسي والاجتماعي، الانفعالات المعتدلة ليها آثار إيجابية، لكن الانفعالات الحادة أو العنيفة بتكون ليها آثار سلبية، بتزيد الخيال خصوبة، بتنشط التفكير، بتتدفق المعاني والأفكار، بتخلي الفرد عنده انسجام نفسي، بيتواصل تواصله سليم مع الناس اللي حواليه، وبينجز ويقدر يكمل شغله وينجح. لكن الانفعالات الحادة، تشوه الإدراك، ضعف القدرة على التذكر، جمود فكري بيعطل التفكير، والوقوع فريسة للاستهواء، واندفاع الفرد إلى دروب من السلوك الغير مهذب. طيب يبقى احنا هنا درس الانفعالات، ايه العناوين بتاعتي اللي المفروض ان انا اكون ملم بيها او عارفها؟ اول حاجه عندي تعريف الانفعال، النقطه الثانيه الجوانب الاساسيه للانفعال اللي هو الجانب الفسيولوجي والجانب التقديري والجانب الجسمي، بعد كده عندي فوائد الانفعال او اهميه الانفعال، وبعد كده اخذنا في حصه النهارده ازاي احكم على اي انفعال، ايه هي صفات الشخص اللي بيكون عنده نضج انفعالي، ان انا عندي في علاقه ما بين انفعالات والتوافق النفسي والتوافق الاجتماعي، وطلعنا منها ان انا عندي نوعين من الانفعالات اللي هي الانفعالات المعتدله، وعندي الانفعالات الايه؟ العنيفه او الشديده او الانفعالات الحاده. تعالوا بينا مع بعض نروح نشوف الاسئله بتاعتنا بتاعت حصه النهارده. يقول عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. تشير العبارة السابقة إلى أحد سمات الشخص الناضج انفعاليا. طيب صفات الشخص ده: بيتحمل الحرمان، يكون عنده ضبط النفس، يتحرر من الميول، ولا بيؤجل اللذات العاجلة. نرجع تاني للسؤال بتاعنا: قد أفلح من عصم من الهوى، يعني هينجح اللي بيقدر يتحكم
في غضبه، يقدر يتحكم في طمعه، يقدر يتحكم من الهوى بتاعه. مفيش أي حاجة بتقدر تعصبني، مفيش أي حاجة بتقدر تنفذني، أنا بتحكم في نفسي وبعرف أتصرف في المواقف الصح. قد أفلح، يعني هيكسب أو هينجح اللي بيعرف يتحكم في نفسه وبيعرف يتحكم في الغضب بتاعه. طيب العبارة بتاعتي دي هتمشي معاها تحمل الحرمان؟ تحمل الحرمان إن أنا ممكن أجل الرغبات بتاعتي، نفسي في حاجة فممكن أجلها لغاية بكرة، لغاية بعد بكرة، لغاية الشهر اللي جاي، لغاية نص السنة، لغاية آخر السنة. طيب ولا ضبط النفس إن أنا بعرف أمسك نفسي وبعرف أتحكم وبعرف أضبط الانفعالات بتاعتي، ولا التحرر من الميول والاتجاهات السلبية؟ يعني أنا ببدأ لو أنا عملت حاجة ببدأ إن أنا أكون متحمل مسؤوليتها، دي معنى كلمة التحرر من الميول، بتحمل مسؤولية الحاجة، أنا مش أناني، مش برمي مسؤوليتي على الناس اللي حواليا. يؤجل اللذات العاجلة، يعني لو في حاجة أنا ما عايزة دلوقتي ممكن أجلها لبعدين. يبقى لو جينا بصينا في البدائل بتاعتنا، جينا بصينا في الاختيارات بتاعتنا، هنلاقي إن تحمل الحرمان وبيؤجل اللذات العاجلة الاثنين بيتكلموا عن نفس النقطة أو بيتكلموا عن نفس المعنى. فالاثنين مع بعض هبدأ هنا أستبعدهم لأن الاثنين بيعبروا عن نفس المعنى. بتحمل الحرمان ممكن، يعني ممكن أجل اللي أنا عايزه، يؤجل اللذات يعني ممكن لو محتاج حاجة أجلها لبعدين. فالاختيار رقم ألف والاختيار رقم د الاثنين بيؤدوا إلى نفس المعنى، فبالتالي الاثنين هحذفهم من دايرة الاختيار بتاعي. كده هيتبقى عندي الاختيار رقم ب والاختيار رقم ج. ضبط النفس ان انا ببدا امسك نفسي، والتحرك من الميول، التحرر من الميول معناه ان انا هنا ببدا هنا مش برمي مسؤوليتي على الناس التانية. عبارتي هنا بقى اللي هو قد افلح من عصم من الهوى والغضب والطمع، هتبقى ماشيه مع انهي؟ ضبط النفس ولا التحرر من الميول؟ برافو عليكم، اجابتي الصحيحه هتكون ضبط النفس. برافو عليكم. تعالوا نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول جعفر بن محمد: من أخلاق الجاهلية الإجابة قبل أن يسمع، والمعارضة قبل أن يفهم، والحكم بما لا يعلم. يعبر الحكمة السابقة عن أحد الآثار السلبية للانفعالات، وهو اندفاع الفرد، ضعف التذكر، تشوه الإدراك، القابلية للاستهواء. نرجع تاني للعبارة بتاعتي: من أخلاق الجاهل، يعني الشخص الجاهل أخلاقه بتكون عاملة إزاي؟ بتجاوب، بتلاقيه سريع، بيتسرع، بيقول الحاجة قبل ما يسمع، يعني قبل ما يسمع أنا هقول له إيه بيرد عليا، ويعارض قبل ما يفهم، طب افهم الأول وبعد كده أقول لأ، هو بيبدأ يديني المعارضة من قبل ما يفهم، وبيحكم على الحاجة من قبل ما يعرفها، ولا يقول ولا يعرف هو انا هقول له ايه ولا ايه اصلا الحاجه اللي انا عايزه اقولها له، بيبدا يحكم ويقول لا او اه من قبل ما يعرف اي حاجه. طيب ده بيكون اندفاع الفرد ولا تذكر ولا ضعف التذكر ولا تشوه الادراك ولا القابليه للاستهواء. طيب تعالوا نوضح الاختيارات بتاعتي او البدائل بتاعتي. اندفاع الفرد معناه ان انا متسرع، ان انا ببدا قبل ما بفهم الحاجة ببدأ أتصرف عليها على طول، ببدأ قبل ما أسمع ببدأ أخد قرار على طول. ضعف التذكر إن أنا ذاكرت حاجة ومش قادر أفتكرها، يعني ذاكرتها لكن مش قادر أسترجعها من الذاكرة عندي. تشوه الإدراك، معنى تشوه الإدراك إن أنا هنا ببدأ أشوف اللي قدامي عيوبه بس، مش شايف الحاجة بصورتها الحقيقية. القابلية للاستهواء، الكلام اللي أنا بسمعه بصدقه من غير ما اتاكد منه اذا كان الكلام ده هو صحيح ولا خاطئ. طيب حلو جدا، هتنفعني قابليه للاستهواء؟ لا يا نيس ما تنفعنيش. تنفعني ضعف التذكر؟ لا يا نيس ما تنفعنيش. هتنفعني تشوه الادراك ان انا ببدا هنا بشوف عيوب الشخص اللي قدامي بس؟ لا طبعا. امال انهي؟ برافو عليك، برافو عليكم. اندفاع الفرد من الشخص متسرع، قبل ما بيسمع بيتكلم، قبل ما بيحكم بيف بي بي قبل ما يعرف بيحكم، قبل ما بيفهم بيعارض ويقول لا. كل الصفات اللي موجوده في العباره عندي، كل الصفات اللي موجوده في السؤال عندي بتدل ان انا الشخص عندي متسرع. ف
فهيكون عندي هو اندفاع الفرد او تصدعه ان هو عندي بيبدا يحكم، بيبدا يجاوب من قبل ما بيعرف الحاجه هي اصلا ايه. طيب تعالوا نروح للسؤال اللي بعده. ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاث: الشجاع عند الحرب، والحليم عند الغضب، والصديق عند الحاجة. تكشف المقولة السابقة إلى أحد سمات الشخص الناضج انفعاليا، وهو بيتحمل الحرمان، يكون عنده ضغط النفس، بيتحرر من الميول، يؤجل اللذات العاجلة. يبقى أنا عندي الشجاع بنعرفه وقت الحرب، الحليم اللي هو بيعرف يمسك نفسه بنعرفه عند الغضب، لما يحصل غضب يكون موقف ويكون فيه المفروض انفعال الغضب وان هو يبدأ يمسك نفسه بنعرفه وقت المواقف دي، والصديق بنعرفه وقت الحاجة، وقت الشدة. طيب دي بتعبر عن صفات الشخص. أنهي صفة من صفات الشخص؟ تحمل الحرمان، احنا قلنا قبل كده يعني ايه تحمل الحرمان، ان انا ممكن اجل الرغبات بتاعتي، بتحرر من الميول، يعني بتحرر من الميول مفيش انا بقى، يعني ما بكونش اناني، ما برميش المسؤوليه بتاعتي على الناس اللي حواليا. طيب ولا ضبط النفس، بعرف امسك نفسي، بعرف اتحكم في نفسي واتصرف صح وقت الموقف ما يستدعيني، وقت ما بيكون الموقف بيساعدني انا اطلع انفعال بطلع انفعال، ممكن وقت الموقف لما بيخليني اتصرف بصوره هاديه ببدا اتصرف بصوره هاديه، لما بكون في حاله حرب ببدا ادافع واكون شجاع واكون قوي. ولا يؤجل اللذات العاجله، يؤجل اللذات زي ما اتفقنا ان انا عايز احقق طلب معين او رغبه معينه، لكن ان انا ممكن اتحمل ان انا اجلها لغايه لما الوقت بتاعها يجي. يبقى عندي هنا اختياري، هيكون تحمل الحرمان ولا ضبط النفس ولا التحرر من الميول ولا يؤجل اللذات. تمام، برافو عليكم، إجاباتكم ظاهرة عندي في الكومنتات، هي على طول هتبقى ضبط الإيه؟ ضبط النفس. طيب تعالوا بينا نروح على الجزء الثاني من الأسئلة بتاعتنا اللي هي الأجزاء المقالية. يقول أحد الحكماء: الغضب هو الرياح الوحيدة التي يمكنها أن تطفئ نور العقل. استنتج من العبارة السابقة أحد الآثار السلبية للانفعالات. طيب في حكيم بيقول إن الغضب هو الرياح الوحيدة التي يمكنها أن تطفئ نور العقل. لما تبقى غضبان، لما تبقى متضايق، تبقى متعصب أزيد من اللازم، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن توقف عقلك عن التفكير، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما تكونش تخليك قادر إن أنت تتصرف بصورة سليمة، قادر إن أنت تاخد قرارات بشكل سليم. يبقى لما بيكون في انفعالات، الانفعالات دي بتسيطر على العقل بتاعي، تمام كده؟ طيب استنتج من العبارة السابقة أحد الآثار السلبية للانفعال. أنا لازم هنا أبدأ أعرض وأفكر وأبدأ أمسك ورقة وقلم وأكتب كل الآثار السلبية اللي موجودة عندي للانفعالات، وببدأ هنا أشوف أنهي واحدة فيهم اللي هتمشي معايا أو دي اللي هتنفع. طيب حلو جدا، أنا عندي هنا من الآثار السلبية للانفعال عندي تشوه الإدراك، ولا ضعف القدرة على التذكر، ولا الجمود الفكري، ولا القابلية للاستهواء، ولا اندفاع الفرد. نرجع تاني للسؤال بتاعنا، إحنا زي ما قلنا إن الغضب هنا هبدأ أمسك العناصر بتاعة الانفعالات السلبية أو الانفعالات الحادة، وهبدأ هنا أبتدي أشوف أنهي واحدة اللي تصلح معايا. إحنا قلنا مع بعض إن أنا عندي أكتر من واحدة اللي هي تشوه الإدراك، ودي مش هتنفعني. أنا الغضب هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتحركني، يبقى أنا هنا بيكون عندي، برافو عليك، وزي ما قلناها اللي هي الجمود الفكري. طيب تعالوا بينا نروح للسؤال اللي بعده. عند قيامك بالمذاكرة لمادة علم النفس شعرت بالجوع، وبالرغم من ذلك لم تهتم بتناول الطعام. بس بالعبارة السابقة أحد سمات الشخص الناضج انفعاليا، حدده مداعما إجابتك بمثال من عندك. لما بتيجي تذاكر مادة علم النفس وحسيت إن أنت وشعرت بإن أنت جعان، بالرغم من كده أنت ما اهتمتش إن أنت تروح تاكل وكملت مذاكرة عادي جدا، وأجلت الجوع بتاعك. أقول كمان مرة، أجلت الجوع بتاعك،
أجلت اللي أنت عايز تعمله. يعني أنا دلوقتي عندي امتحان وقاعد بذاكر، جعت، فضلت إن أنا أكمل مذاكرة وأبقى آكل بعدين لما أخلص المذاكرة بتاعتي. دي تعتبر أحد سمات الشخص الناضج انفعالية. هبدأ هنا هعمل إيه؟ هبدأ أجيب ورقة وقلم وهبدأ أكتب كل صفات الشخص اللي بيكون عنده نضج انفعالي. إحنا قلنا أول حاجة عندي من صفاته إن هو بيكون عنده اللي هو إيه؟ بيزيد الخيال خصوبة. بيزيد الخيال خصوبة، هل دي هتمشي أو هتنفع مع العبارة بتاعتي؟ لا طبعا مش هتنفع. طيب غير ما هي بتزيد الخيال خصوبة بتنشط التفكير، هل دي هتنفع مع العبارة بتاعتي إن هي تنشط لي التفكير؟ لا مش نافعة. طيب هل هينفع التواصل الاجتماعي السليم مع الآخرين؟ برضو مش نافعة. طيب هل هنا هتنفع إن أنا أتحمل الحرمان وبأجل اللذات بتاعتي لغاية لما يحين الوقت بتاعي إن أنا أعملها؟ نقف هنا يا ميس، برافو عليكم. يبقى لما أجي أقول أنهي هنا، هبدأ أمسك العبارة بتاعتي وهبدأ أحللها كويس جدا، وهبدأ أجيب صفات الشخص اللي بيكون عنده نضج انفعالي، وهبدأ أشوف كل سمة من السمات إذا كانت دي هي اللي هتكون متوافقة مع العبارة بتاعتي أو لا، هي دي اللي هتؤدي المعنى ولا لا. فالعبارة الوحيدة اللي هتكون ماشية معايا ومع العبارة بتاعتي اللي هو تحمل الحرمان وبيأجل الإيه؟ وبيأجل اللذات. هل أنا كده السؤال بتاعي خلص؟ لا، السؤال بتاعي ما خلصش. السؤال بتاعي أنا طالبة منك جزء تاني، طالبة إن أنت تحدد السمة دي، الحمد لله حددناها اللي هي تحمل اللذات. طيب مش بس كده، ده أنا عايزاك كمان تدعم إجابتك بمثال من عندك. واحنا طبعا زي ما احنا متفقين ان اي مثال موجود في كتاب المدرسه هو لا يعتمد به في الاجابات بتاعتنا، اي لو انت كتبته مش هتاخد عليه اي درجه. امال المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان حضرتك تبدا تجيب لي امثله من بره، تبدا تجيب لي امثله من عندك انت. طيب ممكن ان انا اجيب امثله زي ايه؟ ممكن ان انا اقول ان الفرد لما بيتحمل الحرمان من الجوع والعطش وقت الصيام، يعني وقت ما احنا بنبقى صايمين انت بتتحمل الجوع وبتتحمل الايه؟ العطش، وبتأجلهم لغاية لما يحين وقت الفطار بتاعك، لغاية لما الأذان بتاع المغرب يأذن. شخص بيرتب الأولويات بتاعته وما بشتريش كل اللي أنا عايزاه مرة واحدة، أنا محتاجة كوتشي، محتاجة شنطة، محتاجة طرحة، والفلوس اللي معايا ما تقضينيش إن أنا أجيب كل ده. فبعمل إيه؟ بشوف اللي أنا محتاجاه الأول، برتب الأولويات بتاعتي، والباقي أبقى أجيبه بعدين، الباقي ابقى اجيبه الشهر الجاي، ابقى اجيبه الشهر اللي بعده، ببتدي ااجل وابدا ايه ارحله. فانا كده بتحمل الحرمان. طيب احنا كده خلصنا المنهج بتاعنا الخاص بالترم الاولاني. كنت معاكم مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم اعزائي طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، كنت معاكم ميس اميره منصور، وان شاء الله نتقابل مع بعض في الاسبوع اللي جاي. عايزاكم تذاكروا كويس جدا، عايزاكم تراجعوا كويس جدا، لان ان شاء الله باذن الله هنبدا نحل على المنهج بتاعي كله، فلازم انت تكون مراجع كويس علشان تقدر تستفاد من المراجعات اللي احنا هنعملها. شكرا ليكم اعزائي الطلاب.